السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم رح نشرح فيه درس جديد من دروس مادة العلوم للصف السابع الأساسي في رياض ومدارس جامعة الزرقاء. احنا ما زلنا بوحدة الحرارة، واليوم رح نحكي عن مفهوم جديد متعلق بالحرارة، وهو مفهوم العزل الحراري. كلنا يا سابع بنعاني بشكل عام من برودة منازلنا بفصل الشتاء ومن حرارتها الشديدة بفصل الصيف، وهذا لأن الشمس لما مثلا بفصل الصيف تعمل على تسخين جدران المنازل، وهاي الجدران تسمح للحرارة انه هي تدخل من خارج المنزل الى داخله، بالتالي بيصير جو المنزل من الداخل حار لانه الجدران بتسمح لهاي الحرارة بالمرور. وبالتالي بفصل الشتاء برضه بتسمح الجدران للحرارة الموجودة داخل المنزل انه هي تطلع لبرا، بالتالي احنا بنفقد جزء من الطاقة الحرارية الموجودة داخل المنزل في فصل الشتاء. فهاي المشكلة حاولوا يحلوها بأكثر من طريقة عشان يوفروا بكمية الطاقة اللي نستعملها لتدفئة المنازل شتاء لتبريدها صيفا. بالتالي ظهر مفهوم العزل الحراري في البناء الحديث، وصاروا يستخدموا مواد يحطوها داخل الجدران إلها خواص معينة بتساعد بالحد من تسرب الحرارة وانتقالها من خارج الجسم إلى داخله وبالعكس. فهاي المفهوم العزل الحراري هو استخدام مواد في إلها خواص بتساعد على الحد من تسرب الحرارة وانتقالها من خارج مثلا المنزل إلى داخله بفصل الصيف، ومن داخل المنزل إلى خارجه بفصل الشتاء. إذا كمفهوم العزل الحراري هي مجموعة من المواد رح نستعرضها هسه مع بعض. هاي المواد بيحطوها داخل جدران الأبنية بتساعد إنه عدم انتقال الحرارة من خارج المنزل إلى داخلها. هذا الحكي بخلينا نحافظ على درجة حرارة معتدلة في فصل الصيف داخل المنزل، بخلينا نحافظ على درجة حرارة دافية داخل المنزل في فصل الشتاء عشان نقلل من استعمال الوقود اللي بنستعمله لتدفئة المنازل بالشتاء ولتبريدها بالصيف. الآن هاي المواد مثلا ايش في عنا مواد بيستعملوها بالعزل الحراري؟ في عنا مجموعة من المواد، ممكن يحطوا جلد، صوف، خشب، طوب حراري، بلاستيك، فلين، وصوف الصخري. هاي من أشهر المواد اللي بيستعملوها عشان موضوع العزل الحراري. هاي المواد بيحطوها بنسب معينة وبسماكات معينة داخل الجدران أثناء عملية بناء المنزل أو بناء أي منشأة، بيحطوها داخل الجدران، بيحطوا هاي المواد بسماكة معينة وبنسب معينة داخل الجدران عشان تحد من تسرب الحرارة، لأنه إحنا حكينا الحرارة هي من العوامل اللي ممكن يتغير مع الوقت وينتقل من مكان إلى آخر، ما بتضل ثابتة. وطبعا كل مادة من هاي المواد في إلها نسبة عزل، يعني مش كلياتهم بيعزلوا بنفس النسبة، تختلف نسبة عزل هاي المواد حسب طبيعتها. مثلا لو طلعنا على الشكل اللي عنا، لو شفنا مثلا تجويف مع غشاء ألمنيوم بسماكة 30 مليمتر، رح نلاحظ انه تقريبا بيعزل بنسبة 60%. طبعا احنا ما بدنا نعزل الحرارة بنسبة 100%، ولكن احنا بدنا نقلل انتقالها من داخل المنزل الى خارجه. فمثلا تجويف مع غشاء ألمنيوم بيعزل تقريبا 60%، يعني 60% من الحرارة اللي بتكون موجودة خارج المنزل بيمنعها انها تفوت بنسبة 60%. مثلا عندنا البوليسترين اكثر من 70% بيمنع برضو انتقال الحرارة، وهو نوعا ما عازل، مادة عازلة بيمنع انتقال الحرارة من مكان الى اخر. لاحظوا في عنا، هي مش مادة، ولكن في عنا تجويف هوائي برضو بسماكة 30 مليمتر برضو في له نسبة عزل. طب كيف يعني تجويف هوائي؟ يعني يترك مكان فاضي؟ رح نحكي هسا أكثر عن التجويف الهوائي بوحدة من أهم تطبيقات العزل الحراري اللي صارت تستخدم حديثا، اللي هو سنن كثير نشوفها بالبيوت، اللي هو مثلا الألواح الزجاجية المزدوجة. بيصنعوا منها الآن النوافذ، هي بيكون عبارة عن لوحين من الزجاج وفي بيناتهم فراغ، هذا الفراغ بيكون معبأ هواء، بيكون فيه هواء برضو بنسبة معينة. وطبعا الألواح هاي بيناتها سماكة معينة أو بيناتها فراغ مدروس بنسبة معينة. لأن هذا الهواء الموجود بين طبقتين الزجاج إيش وظيفته؟ وظيفته في هاي الحالة بيعمل كمادة عازلة للحرارة. يعني أنا مثلا على النوافذ ما بقدر أستعمل مادة تانية لأنه هي رح تقل من شفافية النافذة، رح تبطل هذا الشباك، رح يبطل شفاف. طبعا انا بدي الشباك يضل شفاف، بس بنفس الوقت بدي احط فيه ماده عازله او يصير نوعا ما عازل للحراره وعازل للصوت. كيف بدي اعمل هذا الحكي؟ بجيب طبقتين من الزجاج وفي بيناتهم فراغ، هذا الفراغ بحطوا فيه هواء، هذا الهواء طبعا محبوس ما بيطلع.
فهذا الهواء المحبوس بيعمل كمادة عازلة للحرارة، بتقلل من انتقال الحرارة من خارج المنزل إلى داخله في فصل الصيف، ومن داخل المنزل إلى خارجه في فصل الشتاء، عشان نحافظ على نوعا ما درجة حرارة معتدلة داخل المنزل سواء في الصيف أو في الشتاء. إذا مفهوم العزل الحراري هو استخدام مواد لها خواص بتساعد على عدم انتقال الحرارة من خارج المنزل إلى داخله، لأنه دائما في فصل الصيف بتكون درجة الحرارة خارج المنزل مرتفعة، ففي الأحوال الطبيعية أو في الجدران الطبيعية هاي الحرارة كلها رح تفوت داخل المنازل، فبتكون منازل حارة. هذا الحكي رح يخلينا بدنا نستعمل تكييف بشكل أكبر عشان نقدر نبرد جو البيت أو جو الغرفة. فبلشت تطبيقات العزل هاي عشان تحد من استعمالنا الكبير للطاقة، فصرنا نحط مواد داخل الجدران بتمنع نسبة كبيرة من الحرارة انها تفوت داخل المنزل، فبيكون بدون استعمال تكييف بيكون جو البيت نوعا ما معتدل، بالمقابل خارج المنزل بيكون حرارة مرتفعة، وكذلك في فصل الشتاء. عشان ما نستعمل كمية وقود كبيرة في تدفئة المنزل، لو استعملنا عازل داخل هاي الجدران رح يمنع درجة الحرارة منها تخرج خارج المنزل، فبالتالي رح نحافظ على درجة حرارة معتدلة. من أهم التطبيقات عليه اللي هو الزجاج، الألواح الزجاجية المزدوجة، صرنا نشوفها الآن كثير بالبناء الحديث، يكون عبارة عن لوحين من الزجاج بيناتهم فراغ محطوط في هواء، بيعمل الهواء في هاي الحالة كمادة عازلة بيقلل من انتقال الحرارة من خارج المنزل إلى داخله. وهذا ببساطة كان مفهوم العزل الحراري. يا ريت أي حد عنده أي سؤال يزودني فيه، ويعطيكم ألف عافية.